شبابيه معديه هو البرنامج اللي بيجمع ما بين الفلوس والعربيات في نفس ذات الوقت، وكمان في ممكن حد يكسب عربيه عادي جدا. هتسالوني ازاي، هقول لكم مش هقول لكم دلوقتي عشان عنصر التشويق يكمل معانا. عارفين المسابقه ماشيه ازاي ولا مش عارفين؟ ماشيه بالحب. انت عارف ان في فلوس انا ولا ما قالكيش اصلا؟ ما قاليش. ده انا بوظت له خطته يا جماعه، ده هو كان ناوي يضرب على الفلوس كمان. السؤال الاول في مرحله على الماشي. في عندكم ثلاث وسائل مساعده. اول وسيله اسمها اضرب جالاكسي وترن رعشلي، دي اللي هو تخلص المرحله دي تخش على المرحله الثانيه وهي مرحله العبها. المرحله اسمها كده. المرحله اسمها كده. يوم ورا يوم حبيبي مجاني. السؤال الواحد بألف ونص، يعني أربعة ونص زائد ثلاثة ستة ونص. نهار اسود عليا. أنا عمري ما كنت لغي. ما خلاص يا وحش بقى. عربية معدية مجنونة وشقية. آخر حاجة اسمها إيه بقى عشان نسيت؟ مجموعة جوائز 15000 جنيه. 15000 جنيه. هنغير لك السؤال في مقابل حاجة واحدة، إن أنت تنزل آية في الشارع. نهار اسود. سوري. أنا بقول لك. واحد اتنين. أوبا. أنا سعيد بكمية الهبل اللي بيحصل جوه العربية. أنا سعيد جاي أخد العربية التحفة الفنية دي، لازم نروح بيها. مش معقولة كل عربية أروع من اللي قبلها. بالظبط. البرنامج ده اسمه إيه؟ عربية معدية. عربية معدية مجنونة وشقية. عربية معدية حصريا على قناة القاهرة والناس. لأول مرة برنامج مسابقات عربية معدية الموسم الأول مع أحمد الوكيل حصريا على اليوتيوب والقاهرة والناس كل يوم خميس الساعة 11 مساء. عربية معدية هتكسب فلوس وممكن تكسب عربية. مقدم إليكم من